هلو، خلينا نروح سوا بجولة ضمن فعاليات مؤتمر دور الإعلام بالاقتصاد الأخضر المقام بجامعة القاهرة وتحديداً كلية الإعلام. تعالوا معي. المؤتمر ناقش التحديات والحلول المناخية بضوء التطور التكنولوجي وكيف وسائل التواصل الاجتماعي ممكن تستغل إيجابياً لمعالجة الأزمة البيئية، مشددين على مسؤولية الفرد بالمساهمة بالانتقال للاقتصاد الأخضر بالمبادرات البسيطة ولكن لها تأثير كبير. دايماً بنطالب المواطن إن هو يحافظ على المية، المية شيء ثمين وغالي لازم نحافظ عليه، مفيش أي مشروع تنموي بيتم إلا وفي احتياج واضح للمية. ولأنه عم نحكي عن دور الإعلام بالتأثير الإيجابي على المتلقي، كان لابد من إنه يتم تكريم قناة الغد. تكريم قناة الغد وتسلم الدرع الأستاذ عطالله الزويدي مدير المكاتب الخارجية. وإيضاح آليات المشاركة الإعلامية بمواجهة تحديات المناخ. نجحت مصر في الكوب 27 أن تأسس صندوق الخسارة والأضرار لكي تتحمل الدول اللي سببت في هذه المشكلات وهذه التحديات مسؤوليتها. أول عنصر مهم جدا هو التموين، ثاني عنصر الوعي زي ما النهاردة بنتكلم في كلية الإعلام، أن المواطنين في كل الدول العالم وفي مصر يشعروا بأهمية عنصر المناخ والتهديدات المناخية وأن ده حاجة حقيقية، ده مش كلام من الخيال. لهون بنكون وصلنا لنهاية المؤتمر، بتمنى أكون عملت تسليط الضوء الكافي على أهمية الموضوع وتحديداً على أهمية دور الإعلام بالاقتصاد الأخضر. إلى اللقاء.